اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. اكله ام النهارده متنوعه، لا فراخ ولا لحمه ولا سمك. ايه البخل ده يا عم الشيف؟ مش بخل ولا حاجه، في خبره طهويه هنا، في فن طهوي ان احنا ازاي نعمل التشيز كيك بالفواكه. بما ان الصيف خلاص داخل علينا، في فواكه من خير ارضنا، عنب، تفاح، فراوله، خوخ، ازاي نجمع ما بين الفواكه دي كلها ونعمل قالب تشيز كيك فيه كل العناصر الغذائيه، بروتين هنلاقي، فواكه هنلاقي، فيتامين سي هنلاقي. معانا النهارده كمان الباميه. اوه باميه باللحمه الضاني دي حكايه، ده طاجن باميه باللحمه الضاني بالتاكيد مصري، ولكن النهارده الباميه هنعملها سلطه مشويكه. يعني اعملها سلطه النهارده بالزيت الزيتون والكزبره، هتعجبك قوي على فكره، وهتستلطفيها تاكلها بالعيش تبقى لطيفه وحلوه، وتاكلها من غير اي حاجه خالص مع فطيره الشوفان تبقى هيلسي وزي الفل. معانا الكرنب الجميل الحلو ده كده هنعمله كمان النهارده سلطه، ده مش متوقف ان احنا نعمله محشي وبس. الكرنب النهارده يتعمل سلطه ازاي؟ اخواننا في ماليزيا وفي شرق اسيا بياكلوه سلطات وبياكلوه مخلل بكثره على انه مفيد جدا، واكتر حاجه بيستفيد منها الكبد، بينشط الكبد. فالكرنب النهارده هنعمله سلطه على طريقه الشيف المغازي، هتعجبكم برضو بطريقه جديده. في تفاصيل كتير النهارده في الحلقه، حلقه فيها كمان خبره طهويه، ازاي ما فيش لا فراخ ولا لحمه ولا سمك، والشيف المغازي هيعمل سفره فيها كل العناصر الغذائيه اللي يستفيد منها الجسم على حسب اعماره. هنعمل التشيز كيك ده بطريقه بسيطه النهارده وسهله، ولكن هتشتغل في حلو، يبقى لازم نغير الجلافزات بتاعتنا ونغير البلانشه ونغير السكينه، ده الطبيعي، لأن الفواكه اللي عندي فواكه حساسة، عنب، تفاح، فراولة، خوخ، ممكن تحطي موز، ممكن تحطي مانجا، زي ما انت عايزة، أي فواكه عندك حطيها، بس ما نقدرش نستغنى عن الفراولة ولا العنب، بيدي فليفر وطعم حلو مع الجبنة الكريمي والزبدة والسكر، كل دول مع بعضيهم. سلطة النهاردة التشيز كيك بتاعي قيمته الغذائية عالية جدا، غني بفيتامين سي، والمقادير على الشاشة تقدر تصورها بالتليفون سريعا عشان نكسب وقت، لان وقتنا من ذهب على شاشه القناه الاولى. تعالوا نعمله مع بعض. الباميه هنا بنسيبها لما تبرد، وهطفي النار دي عشان انا مش عايز نار، وربنا يكفينا شر النار، قولوا امين. اهو زي الفل، ادي كده تمام، بس خلاص هنخلي الكرنب الباميه هنا كده، ونطلع الكبه بتاعتنا اللي هتفرم البسكويت مع الزبده. الف باء تشيز كيك، بسكويت بالعسل، بسكويت ساده زي ما احنا عايزين، هنفرمه مع زبده، الف باء تشيز كيك. ولكن التركايه والخبره الطهويه في التوبنج اللي هي الحشوه، الجبنه الكريمي. حلو الكلام. عندي كده بشره الليمون دي، وعندي بسكويت يا عم الشيف، وعندي زبده يا عم الشيف، وعندي شويه سكر بني، سكر ابيض. ما لقيتيش في المنطقه اللي انت ساكنه فيها سكر بني، ما تعيطيش ولا تزعلي ولا اي حاجه، لان معاك الشيف المغازي. كان نفسي اعمل التشيز كيك النهارده والله، والشيف عجبني. طب اعمله ازاي؟ ما فيش سكر بني عند الفكهاني او عند بتاع الخضار، اعمل ايه؟ انت مع الشيف المغازي، لا تفكري ولا تحتاري، هخليكي تختاري. اسمعي بقى الحته الحلوه، لا تفكري ولا تحتاري، هخليكي تختاري. هتجيبي معلقه عسل اسود تحطها على السكر الابيض بتاعنا اللي بناخده على بطاقه التموين، اتحول لسكر بني، هو ده السكر البني. ايه رايك؟ معلقه عسل اسود على كوبايه سكر عاديه، وتقلبيهم على العسل الاسود على السكر الابيض، اتحول لسكر بني. حلو الكلام؟ هنبدا ناخد الخلاط بتاعنا او الكبه. لا تفكري ولا تحتاري مع الشيف المغازي، هخليكي تختاري. هناخد الكبه، اللهم صل على النبي، ونحط البسكويت بتاعنا الحلو ده كده. في بسكويت بالعسل في السوق سعره غالي شويه، انا مش بحبه، خلينا مع البسكويت ده اللي ما فيهوش طعم عشان احنا نحط له الطعم، هي دي الشطاره. عيني اهو، هقعد نلفه كده، هو هو ده. هنحط بشره الليمون هنا على البسكويت. ايه اللي بتعمله ده يا شيف؟ خليكي معايا للاخر يا ست الكل. هنحط الزبده على البسكويت،
حلو الكلام. حطينا زبده وحطينا بسكويت وبشره ليمون، اللهم صل على النبي. وعندنا سكر بني، قصدي سكر ابيض، انا اسف، السكر الابيض ده كده بنحط منه شويه. حلو. وعندنا كمان سكر بني، وينه؟ اهو معانا زي الفل. تمام. وعندي كمان شويه بسكويت هنا بحطهم، كل دول مع بعضهم يعمل شيف. اه. ونشغل الكبه بتاعتنا كده ونعتذر عن صوت الخلاط. اللهم صل على النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على النبي. نعتذر عن صوت الخلاط كمان مره. طبعا لازم لما نشتغل في الحلو ناكد ونامن ان كل حاجه تبقى نظيفه، حتى ملاحظين اي بصل اي توم انا خلصت منه، حطيت اللي حطيته على النار وشغال كده زي ما انا، وغيرت الجلافزات بتاعتي وشغال زي الفل. نيجي للخلطه دي كده، هو ده. اه الله، شفت الحلاوه دي؟ شفت الجمال ده كده؟ ده التشيز كيك بتاعنا. اه الله، زي ما هو كده. طبعا ده معمول بزبده ايه؟ طريه، ما دخلتش النار. طبيعي الزبده ايه لما بتتعرض للتبريد بتجمد، فهنا القوام هيجمد لما يتحط في التبريد. وعشان تاكلي تشيز كيك حلو بطعم حلو وبتكنيك عالي لازم تحطيه في الثلاجه مش اقل من 5 6 ساعات حسب حجم القالب اللي انت عاملاه عشان تاخديه صح، زي ما بنعمل قدره قادر كده، الكيكه بتاعت قدره قادر عشان تاخديها صح وتاكليها صح لازم تقعد في التلاجة مش اقل من ليلة كاملة. حلو الكلام؟ اه. هناخد الخلطة دي كده، اللهم صل على النبي. دي لو سيبناها شوية في التلاجة هتلاقيه مسك على طول. ده بسكويت. نطلع من موضوع التشيز كيك ده واقول لحضراتكم على معلومة حلوة. شفت بقى الخبرة الطوية بتلعب دور كبير ازاي؟ ده حلو لوحده. هتجيبي شوية جوز الهند الناعمة اللي بتحطها على البسبوسة، يا بسبوسة، وقلبيها مع الخلطة دي، وتعملي كور صغيرة كده وتسميها كرات البسكويت بجوز الهند. الله عليك يا عم الشيف، حلوة اهو، حلو من بلاش، طلع بإيه؟ بالصدفة. تاني، هتجيبي جوز الهند الناعمة اللي بتحطها على البسبوسة، يعني على الكمية دي تقريبا كوباية، وتعجين الخلطه دي كلها جوز الهند مع الخليط ده. حلو الكلام؟ وتبقى هنا عملت حلو اسمه كرات جوز الهند بالبسكويت، او كرات البسكويت بجوز الهند. دي مدرسه. عندي القالب اهو، باخد الخلطه دي يا عم الشيف. اخبار الكرنب ايه؟ عادي وانت واقفه في المطبخ كده بص على كل حاجه، ما تخليش حاجه تبهرك وتخطفك من الحاجات التانيه، ده مهم جدا على فكره. شغالة في المطبخ اهو، شوف الكرنب اخباره ايه، استوى اهو. الله الله على ريحته الحلوة، الله على جماله. الشبت هنا ولا شامم ريحة للكرنب خالص،
وشويه الثوم مدلعينه اخر دلع. اه الثوم الطازه، الثوم الباودر هنا ملوش مكان بينا. زي الفل. نرجع تاني لموضوعنا، هنجيب بوله كده فيها شويه ميه عشان نشتغل شغل على اصوله. اللهم صل على النبي. ونحط الميه هنا دي كده. اه الثوم الليمون المبشور اللي حطيته على الزبده حكايه. الليمون المبشور هنا جوه الخلطه دي مطلوب. اه نحط دي كده في الميه ونشتغل كده تاني اهو، تاني اهو، تاني اهو، ونفرتها كده. تاني تاني. اهم حاجه هو سياح الزبده. ونعمل كده سور، سور المحبه، سور الامان اهو. تاني. التشيز كيك نوعين، نوع بيخش النار ونوع ما بيخشش النار. اللي انت هتعمله ده يخش النار يا شيف؟ لا طبعا. النوع اللي بيخش النار اللي هو عامل زي الكريم كراميل، الحشوه بتاعته بيض وحليب وجبنه كريمي، بيض وحليب وجبنه كريمي، بينضربوا كلهم مع بعضيهم وتحط توبنج هنا. ده اللي بيخش النار، بعد ما يطلع من النار يقعد في التلاجه ليله كامله. واعتقد ده اللي موجود في بعض المحلات، عشان بيستخدموا انواع من الجبن تكون رخيصه علشان توفر عشان نكسب كتير. فبيحطوا له البيض والكريمه ويدخلوه النار. اما التشيز الكيك البارد هو اللي بيقدر يقول لك الجبنه دي نوعيتها ايه. انا بقول لكم على اسرار لطيفه وجميله. اه علشان احط حشوه دلوقتي في بناكل. حبيبي مخرجنا بيسال سؤال مهم، واضح انك انت بتمارس مهنه الشيف بعد ما بتروح يا شفيق. قول لي بقى، بتمارسها بحب ولا ده اجباري؟ ما في راجل يخش المطبخ اجباري. وعشق العب يا سمك، هو ده. انا احترم الراجل اللي يخش المطبخ يعني يقول لها بص بقى ما دام النهارده انا رايحك من المطبخ، تعالي بقى نعمل انا اكل. عادي ممكن تخش تساعدك عادي، نقول حدوته حلوه، حكايه حلوه، نعمل طبق مكرونه، طبق رز حلو، كبده، الرجاله شطار في اعمال الكبده وسندوتشات الكبده، سجق، الحاجات دي كلها. كده القالب تمام جاهز والقالب غالب. نشيل دي من هنا. تعالوا نعمل التوبنج مع بعض واحنا شغالين كده واحده واحده. التوبنج عباره عن ايه بقى؟ فواكه، ممكن تكون فراوله بس، ومعانا جيلي. الجيلي بتاعنا جيلي فواكه برضو، خلي بالك انا بجيب الحاجات اهوت واحده واحده. ده جيلي جاهز عندي. ده اناناس، لان ما لناش فاكهه فيها اناناس، يعني لان الاناناس لازم نشتري واحده سليمه، فجبنا جيلي اناناس. واهو ده الجيلي اللي هو الجيلاتين. اه ده مش ماسك جامد. اه بص عامل ازاي. اه متهيألك ان هو بص سايب كده بيقعد. اه عشان كده الاطفال يحبوه. ده جيلي اناناس موجود معانا. لا ده هو كده علشان هيجمد بعد كده. مخرجنا الجميل الله عليك يا شفيق. الجيلي ده انا ما جمدتوش جامد لان انا هقلبه مع الفواكه، عشان الفواكه دي لونها ما يسودش. فلازم تلاحظوا انك بتروحوا محلات الحلويات الكبيره وتشوفوا تورتايه في قلب الباترينه وفي قلب التلاجه بتاعت حفظ الفواكه، بتلاقي التورتايه جوه منوره وبتلمع. تقول الفواكه دي، طب انا بجيب فواكه، الفواكه دي مش منوره وبتلمع ليه؟ هقول لك على التركايه. بيجيبوا الجيلاتين ده الباودر اللي هو لا رائحه ولا طعم ولا لون، لونه ابيض، وتحط عليه ويسيح، وتحط عليه معلقه زبده، ونمسك بالفرشاه نلمع الفواكه اللي على التورتايه دي، تلاقيها بتلمع. عشان كده بتلاقي عليها التوبنج كده او طبقه من فوق بتلمع، تلاقي الفواكه تقعد لك اسبوع في قلب التلاجه، بس تيجي تاكلي منها تلاقي فيها ريحه، خلاص بقى الفواكه ضربت ومحطوطه في التلاجه زي الفل، فتاخد التورتايه حلوه من عند الراجل بتاع الحلويات، تروح البيت تلاقي الفاكهه فيها ريحه، ليه؟ التوبنج بتاع الجيلي مغطي الفواكه، بس الفواكه طبعا لها تاريخ وقت ولها صلاحيه. الفواكه هنا معانا طازه زي الفل، هنبدا ان احنا نقطعها مع بعض كده واحنا شغالين. انا بشرح لحضراتكم التفاصيل الصغيره اللي تقدر تفيدك
وانت في المطبخ تعملي كل حاجه. ادي الفواكه اهيت، ده خوخ سكري بنقطعه كده زي الفروت سلاط يعني، بس انا حابب اقطعه مع حضراتكم. ده خوخ سكري بتاع سينا وبتاع الواحات، الحاجه الجميله. تحيه كبيره لاهالي سينا وشعب سينا، الناس الطيبه ابطال سينا. اهو الراجل يقول لي عايز خوخ سيناوي بتاع سينا، اقول له هات اول ما اسمع سينا. اهو شايف الخوخ ده كده اهو حلو. معانا عنب، العنب طبعا في السوق دلوقتي انواع واشكال والوان. تجيب العنب اللي من غير بذر عشان حماتك لما تاكل من التشيز كيك ده ما تبوظهاش سنانها، خلي بالك. تجيب العنب اللي من غير بذر. اي حاجه بسيطه ايه هتقول لك يعني ما ترتي عملت كل ده يا سعاد ونسيتي يا سعاد تشيل البذر اللي جوه العنب، يعني تعبانه طول النهار واقفه في المطبخ. نعم حاضر ماشي، نطلع من سعاد يعني، خلينا ناخد بعضينا ونطلع فاصل صغير واشتري العنب من غير بذر عشان نبدا نقطع الفواكه احنا مع بعض ونعمل لها التوبنج الجيلاتين بتاعنا. ومعانا جبنه كريمي، جبنه كريمي يعني نوع لطيف وجميل بتشتريه من السوبر ماركت ما يكونش فيه ملح طبعا. ونشوف هنرجع فاصل بعد الفاصل ده نعمل التوبنج بتاعنا ازاي، ونغرف الباميه سلطه ونغرف الكرومبو سلطه. وحلقات النهارده عنوانها لا فراخ ولا لحمه ولا سمك، ولكن اكل هيلسي بيناسب كل الاعمار حسب رغبه حضراتكم وافراد الاسره. اوعوا تروحوا بعيد تابعوني. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. عايز ايدك الحلوه دي كده تلمس الفواكه وخير ارضنا، فراوله، تفاح، حطي جوافه اذا عندك، موز مفيش مشكله، بس انا حبيت اجيب فواكه النهارده. بلوبري مع ان سعره غالي مفيش مشكله عادي، بس هو دلوقتي رخيص عاملين عليه عرض. كل ده مع بعضه اهو حلو قوي. كل الفواكه دي مع بعضها شكلها حلو ولطيف. في خوخ هنا اهوت كنت باكل وانا شغال. الخوخ ده جميل جدا، طعمه سكر خاصة الحبة المستوية، أنا بعشقه. بتاع سينا. هنعمل إيه يا عم الشيف؟ زي ما هو كده حلو أوي، بنحط شوية سكر حلو أوي تمام، نحط شوية قرفة ناعمة. في فواكه بتحب القرفه زي التفاح حبيب القرفه، ابل باي، ابل اشترودل. كل دول مع بعض، كل دول مع بعض. انزل بقى بالجيلاتين ده، هو ده. الفواكه دي لقعدت شهر عندك لونها كده مش هيتغير ابدا، لان في فواكه غنيه بالحديد، تفاح الاكسده بتاعته، عشان كده البيبي الصغير ابنك الصغير في البيت ليه خد من حته تفاحه قطمه وسابها، دورت ظهرك لقيتها اسودت على طول. الموز وهكذا، الخوخ، الحاجات دي خلي بالك لما تحط عليها عصير ليمون او الجيلاتينا ده بيخلي اللون بتاعه زي الفل. الفواكه زي ما هي كده بتلمع كانك شايفاها في الباترينا عند الراجل بتاع الحلويات. حلو الكلام. هنحط شويه من الكريمه دي كده. الله، شفتوا بقى فايدة الجيلاتين هنا ايه؟ لما يبرد بقى في التلاجة ده يمسك كل الفواكه دي. وجيلاتين تقيل خلي بالك، احنا دوبناه في مية مغلية وحطيناها. نبدأ نصب الفواكه دي في قالب التشيز كيك. حاجة جديدة يعني. طبعا المغرفة اللي تشتغلي بيها ما عدتش الا على توم ولا بصل ولا أي حاجة. هناخد كده. بسم الله الرحمن الرحيم، ونعبي هنا. الله، ممكن تعمليه بالفراوله بس، بس احنا عاملين فواكه كتير النهارده. الله، دي لما يخش التلاجه بقى ياخد وقته، ده ما يتغلبش دلوقتي خالص، ده خليه في التلاجه فتره الليل ودقات ساعات الليل.
ايه الحلاوه دي يا عم هشام؟ ايه الجمال ده؟ فواكه كل يوم، فروت سلطه، بغيري باكو بسكويت من الاولاد مش عايزين ياكلوه في البيت، هتضربيه في قلب الخلاط مع شويه عسل مع شويه زبده، ممكن تحط بدل الحليب اللي انا حطيته ده عسل على فكره، يعني انت ممكن برضو فكره بدل الحليب اللي انا كنت بحطه في قلب الخلاط حضرتك تحط ايه؟ عسل. هناخد يا عم الشيف الجبنه الكريمه دي كده، بننزل بقى هنا كده حلو، ونقلبها مع عصير الفواكه ده كده. الله الله على الحلاوه، الله على الجمال. وننزل بهنا كده اهو، تشيز كيك بالفواكه، ابداع ده يا شيف، ابداع ابداع. فيتامين سي موجود، حديد موجود، كل العناصر الغذائيه اللي تحلمي بيها موجوده في قلب القالب ده، والقالب غالب. اه عرفتي ليه انا كنت برفع السور بطلع بعلي السور بتاع البسكويت مخرجنا؟ اه عشان الحشوه توصل للاخر. اللهم صل على النبي. اه حطيه في التلاجة بقى يا ست الكل فترة الليل، يكون الجيل ده شد مع الفواكه والبسكويت شد مع الزبدة وكله مع بعضه بقى انسجام واحد. ألف أنا وشفا للي ياكل. هتزينيه الطبيعي. والله على الحلاوة، خد مني شغل كتير عشان كده سايبه للآخر، بس أنا واقف في المطبخ مش بهزر، أنا واقف في المطبخ، البامية سويتها، كرنب خلاص شلته من النار، الحاجات اللي هي اساسياتها انا عملتها، فعشان كده انا عايزك تتعلمي الوقفه دي في المطبخ، وقفتي ساعه زمن تعملي كل حاجه، خلي بالك اهو واقفه في المطبخ بتعملي حاجه حلوه، بتعملي كيكه، بتعملي كب كيك، بتعملي فطاير، ترمي الحاجه على النار، عندك الفرن شغال ومولعيه عشان تحطي صينيه مكرونه بشاميل، خمس ست بصلات حطهم في قلب الفرن، شويه بطاطا مشويه في قلب الفرن، بطاطا عاديه حطها في قلب الفرن، بطاطس يعني، بعد ما تستوي حط عليها مايونيز وكليها بألف أنا وشفا لأطفالك الصغيرين، وهكذا. ناخد حبات الفراولة دي نحطها هنا كده. الجارنش بقى، العين بتاكل يا عم الشيف، ده نعناع بتاع النعناع، الحاجات اللطيفة دي، يبقى كل مثلث من ديت فيها إيه؟ نعناناية، قولها كده نعناناية، قولها نعناع، أنا عايز أقول ورقة نعناع، كل مثلث من دول فيه ورقة نعناع، حاضر، صحح لي أنت اللغة العربية أنا عارف. بهزر. وخلي بالك إحنا قاعدين في البيت بيكلموني بيقولوا يا شيف مغازل طول ما الحلقة شغالة على شاشة القناة الأولى وفي الخارج والله بتجيلي تليفونات، إحنا بنحس إن إحنا في مصر. من غير لما نقطع فيزا ولا تأشيرة رحنا مصر ورجعنا في ساعة زمن، لأن بنحس إنك أنت قاعد بتتكلم في وسطينا. باللغة بتاعتك، بتلقائيتك، ببساطتك، بوطنيتك، كل ده. ده في قلبيها زي الفل، شفتوا الجمال؟ هو ده. هعمل إيه تاني؟ هو ده، فراولة. قطع فراولة كده تبان على الوش. آه، بحب أنا الحاجات دي، خلي بالك. ممكن توت. وإحنا في الموسم بتاع التوت على فكرة. ده نتصور معاه ما ناكلوش ده. بس ده لازم عشان ينجح لازم يتحط في التلاجة مش أقل من خمس ست ساعات عشان يتقلب سليم. كل ما تقطعيه طبعا هتلاقي فيه فواكه وتلاقي فيه حاجات حلوة أوي على فكرة. ده مهم جدا. الله. والحبات الخوخ دي الجميلة. يلا. ده مكانه هنا حلو؟ يلا. ألف أنا وشفا اللي ياكل. حلقتنا النهاردة لا فراخ ولا لحمة ولا سمك. بساطة، سهولة، مرونة، قدرنا نعمل مطبخ صحي له تفاصيله بالخبرة الطهوية المدروسة والعلمية، قدرنا نعمل التشيز كيك هيلسي، المقادير فيه بس شوية زبدة عشان البسكويت، عملنا البامية بطريقة لطيفة وحقوق الطبع لدينا وبس، كمان الكرنب بالشوفان وده برضه حقوق الطبع لدينا وبس، يعني صحتك في أكلتك والصحة تاج على رؤوس الأصحاء والوقاية خير من العلاج. الكلام ده بنشوفه على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية كل يوم حد من كل أسبوع. منين يا مغازي؟ من ماس بيرو.